بسم الله الرحمن الرحيم. اولا نشكر كاع لي سيبورتير هادو اللي جاو ساندونا تدقيقه تاليه، والحمد لله هادي لي 3 بوان تعاوننا بزاف، سيرتو اول مقابله تحوس غير تربح ما تحوس تلعب غايه، والحمد لله ان شاء الله نزيدو نكونفيرمو لا فيكتوار هادي ان شاء الله، ونزيدو نديرو مشوار خير من العام اللي فات ان شاء الله. الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. اول شيء يعني نشكر الله عز وجل على هذا الفوز هدايا، جاء بفضل الله عز وجل ثم اللاعبين، مجهود الإدارة، الطاقم الفني، يعني كنا يد واحدة، والرقم الأول اللي كان ساند الأول للفريق هو الجمهور، نشكر الجمهور اللي كان من الدقيقة الأولى حتى 90 دقيقة يعني واقف مع الفريق، الحمد لله لعبنا ضد فريق له اسم، فريق العالمي وفاق سطيف، لكن الحمد لله قابل فريق له تاريخ وله أسماء، الحمد لله تحت خنش لهذا الموسم يعني راح يقول راح تكون كلمته يعني داخل الميدان مش خارج الميدان. كل اللاعبين تاعنا جماعيا وفرديا تمكنا باش نتحكموا في المقابله ونفرضوا الهويه تاعنا، واحنا اللي كنا اكثر كرياتيف، هنا كري معناها سورتو بريمي تان 3-4 اوبورتونيتي معناها كنا نجموا نسجلوا، رغم ذلك الحاجه الباهيه في هذا خرجنا 0-0 بريمي تان، الحاجه الباهيه انه الحضور الذهني الموجود والمداومة الذهنية لونديرونس مونتال كانت موجودة، وكنا مأمنين انه نحافظوا على انضباطنا الدفاعي خاصة باش نكونوا ايكيليبري، والشوط الثاني زدنا في المجهودات وكثفنا ونوعنا من العمليات نتاعنا اللي سجلنا الهدف وكنا قادرين نسجلوا أكثر. الحاجة الإيجابية انه خذينا 3 نقاط اللي هو مهم برشا معناها في بداية موسم مع منافس محترم جدا، كان عندنا حضور على مستوى الهجوم وحضور زاد كبير على مستوى الدفاع. برافو للاعبين، هذا ثمرة عمل وثمرة مجهوداتهم، وبيان سور نهديه للاعبين اولا هما استحقوا الانتصار هذا وتعبوا عليه، نهديه للإدارة اللي وفرت الإمكانيات ووفرت هالمجموعة معناها الفنية المتناسقة والمتناغمة اللي إن شاء الله مش تزيد تتحسن أكثر، هذه ما لها إلا بداية، ونهدي للانتصار هذا الجمهور خنجلة زاد اللي وقف معنا، وإن شاء الله ديما نفرحوا ونقدم لهم معناها طبق كروي ايجابي وفني جميل ونتاع نتائج ان شاء الله. ما تخفاش بلي انه في هذا الاسبوع هذا حضرنا مقابله شويه في ما حضرناهاش كما ينبغي، سبت من الجانب النفسي المدرب ما كانش الطاقم الفني راح، عاود كان اي اشكال ثاني تاع اللاعبين انه اللاعبين تاهلوا اللاعبين ما تاهلوش تاهلوا مع بين حتى يوم امس في الليل باش عرفنا بلي كاين تاهلوا اللاعبين. أنا البارح قبل من المقابلة تاع فريق الأمل كان عندنا غير 6 لاعبين متأهلين تاع الفريق الأكاديمي، دونك وفي الليل باش هذي كامل التيرباسيون تاع ما خلاتناش بالك نكونوا أحسن اليوم، ولكن مازال عمل كبير ينتظرنا، مازال عمل كبير كبير جدا جدا. طازج حلة جديدة وذوق أروع. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.